صوت بيروت انترناشونال، مساء الخير. أنا ما بوثق بالكلمات، أنا بوثق بالصور. وبرنامج ألبوم حياتي كله صور، صور من الطفولة، صور نجاحات وخيبات، وصور نفتخر فيها، وصور نتمنى نمحيها. وائل جسار النجم اللبناني اللي منشوف حالنا فيه، مساء الخير وأهلا وسهلا فيك. مساء الخير ديانا، تحياتي لإلك، وأكيد شرف كتير كبير لإلي أن يكون ببروغرامك ألبوم حياتي، هالبروغرام اللي اسمه بيحكي عنه، فإن شاء الله تكون حلقتنا مميزة إن شاء الله. شو بتعني لك هالكلمة ألبوم حياتي؟ شو بيخطر أول شي بيخطر؟ دغري برجع لصغري، لذكرياتي، لطفولتي، يعني برجع لورا كتير، هيك بحس إنه من أول ما وعيت على الدنيا لهلأ شو بده يصير. راضي عن حياتك ولا حابب تغير فيها شيء؟ لا الحمد لله، الحمد لله لحد هلأ كل شيء اللي عملته بحياتي راضي عنه. بس أنت والصور أبداً منك أصحاب، يعني عانينا لنلاقي لك صور. مش كتير، إيه صح. ليه ما بتحب تتصور؟ هلا مش قصة ما بحب، قصة إنه أنا عندي شغلة إنه إذا ما عندي شيء ما بحب أتصور، إنه شو بدي منك شاطر بدي أتصور إني مثلا عم باكل، إذا بدي أتصور ما عندي إياهم هالخبريات هيدول، إنه طلعت بالطيارة. حتى هلا الإكيب اللي عندي بيقول لي أخي أنت ومسافر، طيب عندك سفرة، طيب صور لنا حالك. بقول له يا أخي طيب ماشي الحال، مرق لنا إياها، يعني ما عندي هالشغف لإني بس لولا صورة ما في ذكريات، ما هيك؟ أكيد أكيد. هلا انا بالنسبه لي يعني انا كنت بتمنى اني اشوف صوري انا وصغير كثير، يعني هيدي مثل ما تفضلت وقلتي كثير مهمه انه يكون في ارشيف صور للانسان. تعبتنا. بعدني. شو قصه قبل ما نبلش نفلفش بالبوم حياتك العين كل ما بدك تطلع بمقابلة؟ هلا انت يمكن لاحظتي كمان انا شو اللي عم بيصير. ايه ليه؟ صراحه كذا مره بكل مقابلة، مش كذا مرة، بكل مقابلة بدي أقوم فيها، يعني هلأ يمكن بدون يقولوا أنه عم بالغ بالحكي، بكل مقابلة بيصير شيء، فالحمد لله أنه بتمرق على خير، بس أنه لابد ما يصير شيء يعطل العين شوي عليك من محسود. والله أنا ما بتمنى إلا الخير لكل الناس، يعني مين ما بيتمنى الخير لوائل؟ يعني ليكي أعداء الشهرة كتار تعرفون؟ بس أنا بكل تواضع يعني أنا بحس حالي بعدني ببداية المشوار، ولا مرة قلت إنه أنا وصلت وأنا يمكن مثل ما البعض بيقولوا أنا نمبر ون، وأنا ما يعني بالنهاية أعمالنا هي اللي بتحكي عنا فقط لا غير. طيب جاهز لنقلب بألبوم حياتك؟ جاهز. يلا أول صورة. شو رأيك بس؟ واو واو واو، هيدي كان عمري حوالي شي سنة. أول شي بدكم تعطوني هيدي الصورة لأنه أنا ضاعت من عندي، ما بعرف وين عم ببرم عليها. اللي زمان عم ببرم عليها ما عم لقيها. سو بدي إياها منكم أول شي. أكيد تكرم عينك. شغلة تانية، شوفي البراءة. شوفي الطفولة. العنوان تبع الصورة البراءة. البراءة. كنت هيك كربوش شوي هيك اسم الله اي نص. مبين من عيوني انه يعني ذكي. بكل تواضع. ومبين من عيوني انه بحب غني. كنت عارف هون انه انت رح تصير من اهم المطربين ونجوم العالم؟ اكيد لا، بس كان جدي بحوالي لما كان عمري 3 سنوات الله يرحمه جدي كان يسمعني عيط او اصرخ باسم اختي الا حنان، بقول لهم لاهلي قال لهم بده يطلع صوته كثير حلو، وائل بده يطلع صوته من هيدا العمر. من هيدا العمر هو جدي كان عنده اذن موسيقيه، وبعدين صوته من اجمل الاصوات، بس ما لحق الفن، يعني هاي هي المشكله. كان استاذ مدرسه يعني. بس انت وصغير خبرونا انه كنت تلعب دور الحكيم النسائي. بعدني لهلا. ما كنت تحلم انه تطلع فنان او مطرب كبير؟ انا بالك يعني كنت حابب اذا ما مش فنان طبيب، يعني
بس ما كملت بس يعني. طبيب نسائي؟ لا شو ما كان طبيب ضروري نسائي. لا لأنه أنت كنت تمثل هالدور أنت وصغير. إيه كنت ليش؟ مين ما بيحب الجنس اللطيف إنه يصححهم من شيء بيعانوا منه اللي عم بيعانوا. تلعب بيت بيوت أنت وصغير؟ متصححتهم أنا بمحل تاني. تلعب بيت بيوت؟ مع مين كنت تلعب بيت بيوت؟ مع البنات؟ مش بيت بيوت كنا نلعب غميضة مع البنات؟ لا هو هلا تحطيني انه بخانه انه بس انا مع البنات لا لا ابدا بس كنا نحن وصغار كثير يعني هلا كمان بدهم يقولوا انه لك هالغرور انا كنت دائما منزوي يعني كنت اقعد لحالي يجوا هن لعندي انا عن جد كنت كثير عائل بعدك؟ كانوا اهلي لما يطلعوا على المدرسه يقولوا لهم طيب ليه بيضل لحاله بعدك ليه عائل؟ هيك انطوائي على نفسه بعدني بحس بعده الكاركتير انت زعت يعني. بعده الكاركتير زيت. صورة تانية هون كبرنا شوي. هذا انا بس هلا اذا بتطلع بابني كوبي نسخه طب الاصل سموك طفل المعجزة بهالصورة مزبوط؟ هون وقت الراحل الله يرحمه الكبير الإعلامي الكبير إياد شرارة وقت برنامج الحروف تغني حروف تغني لقبت بالطفل المعجزة هيدي وقت غنيت لسلطان الطرب جورج وسوف أول مرة بتلفزيون هيدي أول ما غنيت يلي تعبنا سنين بهواه وقت عملوا مونتاج ما بيني وبين سلطان الطرب جورج وسوف وقتها وصلني أخبار أنه أو وصل لأهلي لأنه أنا ما كنت كتير يعني واعي أي وصل لأهلي أنه سلطان الطرب خلوه يحضرها للحلقة هو ما كان مركز قال لهم شو عم تسمعوني صوتي هالقد في شبكة كان كتير في تقارب واو فينا نشوف نحن إذا في تقارب أو لا بوقتها إيه شوفي لا بصوتك عيونك انت عم تحضر حالك انت وصغير شو تذكرت اول شيء سبحان الله انه ربنا لما يعطي موهبه لك قد ايه عمري وكان في الاحساس موجود كان الصوت موجود الحمد لله اللي بقي هو من هيدي الذكريات هو الصوت والاحساس والبراءه والخجل خجول كثير انا بعدني لهلا خجول مشتاق لشيء بهيدي المرحله بس ما عم تخبرنا اياه انا بفضل ارجع طفل لحتى ما فكر بشيء وفي مين يفكر عني والى اخره لو عمرك 8 سنين هلا شو كنت بتحب تعمل انا مشيت بحياتي طبيعي يعني بعمر 8 سنين عشت عمرك عشت عمري العب مع اصحابي يمكن ضليتني اكيد بدراستي بس بعمر 8 سنين بلشت تغني بلشت تعمل حفلات وتطلع صحيح. مصاري صحيح شو كنت تعمل بالمصاري كان وقتها خيي المسؤول عني يعني خيي احمد كان ياخذني هو ياخذ لك اياهم؟ لا ياخذني على السهرات وكان يضب لي اياهم صمدهم كان يصمدهم ايه يعني بتعرفي ان احنا بايام كانت احداث تقريبا صح كانت الظروف صعبه يعني ما تغير شيء الحمد لله من وقتها لهلا يعني لبنان ذات الشيء هذا لبنان اللي نحن بنتغنى فيه وبنفتخر فيه ولكن للاسف
ما بنفتخر بعض السياسيين اللي شوهوا صورة البلد بشكل كتير كبير. بأي عمر أخذت المصاري اللي صمد لك إياهن؟ لا بعمر كبير يعني بعمر كبير. أوه. يعني قديش كان المبلغ؟ نعم قديش كان المبلغ؟ ما بتذكر. طيب شو عملت فيه؟ بدك تسألي البنك اللي أخذهم هلا. اي والله اي والله. صورة جديدة. هذا خيي اللي عم نحكي عنه أحمد. هذا مش بس خيي، هذا رفيق دربي، رفيق المشوار الطويل مشيناه سوا بحلوه وبمره. تعب كتير معي، ضحى كتير كرمالي، يمكن وصل لمرحلة إنه نسي حاله. أوف. بس كرمال إنه يوصلني للي أنا فيه هلأ، فبوجه له تحية كتير كبيرة، والله يطول بعمره ويضل فوق راس أولاده، والله يحميه. ليش ما كفى معك؟ أعمال. لما تجوز، ما أقول لك نسي حاله، تجوز بعمر شوي كبير، يعني على القد إذا بدك. فأنا قلت له ارتاح وشوف أولادك وقعد معهم وانبسط فيهم وإلى آخره، وأنت كأنه بعدك معي. صورة جديدة. واو، هيدي الماما والبابا، الله يطول بعمرهم ويخليهم بصحتهم. بس انا اخذ من بيي كثير، يعني شو اخذ؟ اخذ كثير، اخذ الحنان وبسامح كثير يعني، وانا طيبة. بسامح كثير طيبه. برافو عليك. امك اقوى؟ امي اقوى، بس دغري بتبكي يعني، كمان عندها طيبه وعندها حنيه وعندها عاطفه و يعني بتحبنا بشكل كبير، بس بده يكون في حدا شوي اقوى من الثاني باوقات معينه. شو اهم درس علمك يا بيك؟ درس انه ما فرق بين الناس، وعلمني انه التواضع، علمني الاخلاق. يعني انا خلقت بعائله متواضعه جدا وبتشرف، واكيد هيدي بعتز فيها، اللي خلتني صير رجل بكل ما للكلمه من معنى، واتحمل مسؤوليات واتحدى يمكن صعوبات كثير كبيره. هلا الفرق بيني وبين اولادي يمكن الحمد لله، الله نعم عليهم ببي حياتهم كريمه، حياته شوي احسن من ما كان هو مع اهله. ف هون بيكون في شوية صعوبة، إنه نحن كلنا مثل بعضنا، ما في تفرقة، حبوا غيركن، ما تحسسوا غيركن إنه أنتوا أهم منه أو أقل منه، عادي عادي. أكل كف من بيك شي مرة؟ إيه أكلت كف. أوف ليه؟ إيه أكلت كف من فترة، يعني من حوالي تقريباً شي 25 سنة. شو كان السبب؟ كنت بعمر كبير شاب. يعني كان عمري ايه 18-19 سنة، رفضت شغلة قال لي عنها، ما كان يعني ما كان طالع بالي، ما في أولى، بس ما كان طالع بالي روح مشوار يعني. اوكي، ما كان طالع بالي. اما بس بمحرزة كان انه يضربك كف؟ ايه هو برأيه محرزة، بس انا برأيي ما كان لها لزوم. عمل الكف وضربني، علق، فوطيت راسي يعني. انا بحترمه كتير وبقدره، وهو فوق راسي من فوق، واللي بده اياه بيعمله فيه. الله يخلي يعني لك. ما قلت تضرب ابنك كف؟ اذا عذبني. عم تضرب؟ مش بضرب يعني، اذا فهمت مره واثنين، هو ما فهمني بوقتها على هيدي الشغله. ايده والكف. ايده والكف ده. فإذا ما فهم مرة واثنين وعشرة، بالآخر مش رح استعمل يعني الكف، بس رح يكون في عقاب إذا بدك. صورة جديدة. هون 2005 مشيت خلاص ألبوم. هيدا كان نقطة تحول بحياة وائل. هيدا إيه صراحة، مشيت خلاص الأغنية هيدي بالذات كانت نقطة تحول بحياتي،
بالنسبة للسوق العربي والمصري بالتحديد. يعني ضربت بشكل كتير كبير بمصر وانتقلت إلى العالم العربي ككل. فبدي أشكر طبعاً مصر يلي فتحت لي أبوابها، وكل الوطن العربي بدي أشكره من قلبي، لأنه أنا لو ما هون يمكن ما لي وجود. فأنا مدين للشعب المصري والشعب العربي. بعد هلأ هي أهم أغنية بمسيرتي؟ من الأغاني اللي مهمة جداً بمسيرتي طبعاً. مثل يعني في مشيت غيرها؟ خلاص، في غريب الناس، في جرح الماضي، في خليني ذكرى، في أنا بنسحب، في جبال ما بيتلاقوا، يعني في كتير كم هائل بتوحشيني. بس هيدي إلها سر، إلها نكهتها الخاصة شخصية. لمين انعملت هالغنية؟ هي وقتها كنت أنا منفصل، مش منفصل يعني، كان بعد ما ارتبطنا أنا ومرتي، وصار في هيك إذا بدك ركود. إيه مش مخانقين، لا ما تخانقنا، تركنا بحب ورضا، لأنه أنا كنت بعدني بوقت ماني راضي فيه، بعد ما أسست حالي. مش غلط ومش عيب. فأنا ما بتمنى لأي إنسانة تكون شريكة حياتي إنه تعيش عيشة يعني هيك عادية. ليش دقيت لها وسمعتها إياها للغنية؟ كنت بسوريا وقتها دقيت لها، بعت لها. لا ما كان في واتساب بوقتها. ما كان في وقتها دقيت لها قلت لها رح سمعك أغنية. وقتها سمعتها وحبتها. على فكرة مرتي عندها أذن موسيقية وذكية كتير بالاختيار حتى، فقالت لي كتير حلوة الأغنية والله يوفقك فيها. ما بدك تغني لها اليوم مشيت خلاص؟ نغني لها. أبعد مرتاح تروحي ليك، وعرفت طعم الدنيا بيك، مشيت خلاص وما قلت ليش أنا هعمل ايه، هتنساني ليه بالله عليك، وأنا قلبي حياته وروحه فيك، وإزاي هيجيله حبيبي نوم لو مش لاقيك. الله 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 يحميك. ميرسي يا حبيبتي. صورة جديدة هيدي مؤخرا. هي قد ايه بتحبها لميراي؟ بحبها حب ما له حدود. هيدي الإنسانة كانت معي بالحلو وبالمرة كمان. هي الحب الأول؟ هي الحب الأول والأخير. هي عصامية مرتي، من الناس العصاميين، الناس اللي يمكن تتحدى حالة، بتتحدى أي شيء بيكون صعب تقطعه. بتحبها هالقد لأنه بتقدر لأنه هربت معك ورحته خطيفة؟ مش هيدي النقطة اللي بقدرها، هيدي طبعاً شغلة عملتها بحياتها، بس هي عن محبة يعني، ما عملتها بس لما خبرت والدها انه بدها تتجوز فنان ومسلم، لانه انتم نعم في من غير ديانة طبعاً، ضربها. كانت الضربة رح توصل لها بس الله ستر يعني. كيف عم تعود ميراي على التضحية اللي عملتها كرمالك؟ كرمال حبكم اكيد. يعني اكيد ميراي الحلو فيها انه ما عندها تفرقة بالاديان، مثل ما انا ما عندي تفرقة بالاديان. تحدد كل الظروف مثل ما أنا تحديت، وأخذنا بعض عن حب. فهي برهنت لكل العالم أنه الحب هو الأقوى، فبعوضها بمحبتي لألها، بإخلاصي لألها، إذا بدك يعني. هي تعلمت شوي من الدين الإسلامي، ما عندها مشكلة من هيدا الشيء. أنت تعلمت شيء من الدين المسيحي؟ أكيد ما مش غلط إنه يكون في هلا في أولاد بيناتنا نحن. إيه الأولاد مين الاثنين بيتبعوا؟ الاثنين بيعرفوا الديانتين؟ بيعرفوا الديانتين أكيد. كل شيء عنهم؟
هلا طبعا يعني مع الوقت بصيروا يعرفوا بس أكثر بيصلوا وأكثر على اي طريقه مسلمة او المسيحيه؟ هيدا هلا بالوقت الحاضر اني بعدهم بعمر يمكن الله واحد الله واحد عندهم ايه بس اكيد يعني لما بدهم يصلوا بدهم يصلوا ديانتي انا اكيد بس مش معناتها انه ما بيحبوا الديانة الثانية. سألنا ميراي شو احلى ترتيله بتحب تسمعيها من صوت وائل، قالت لنا يا عدرا المعونة. اها هذا طلب ميراي. ميراي عم تطلب كثير بهالايام. بحقلنا يا عدرا المعوني افتحي لي السما ولعندك انا جاي وبقلبي مخباي صلاة للسما صلاة للسما يا عذرا المعوني افتحي لي السما ولعندك انا جاي وبقلبي مخباي صلاة للسما صلاة للسما. يسلم هالصوت. ميرسي. انت كنت بترتل بالكنيسة؟ انا لا كنت بالمدرسة مش بالكنيسة، كنت بالمدرسة لما يكون في اشياء احتفالية للمدرسة كنت كنت ترتل معهم. ايه مش طب. غلط ابدا. انت مع الزواج المختلط اليوم وبعد تجربتك؟ مع الزواج المختلط اكيد اكيد. ما في تحدي؟ طول ما في توافق بين الطرفين وفي قناعة انه الدين هو المعاملة والدين بنخليه على جنب لانه بالنهايه كل مين عدينه الله يعينه، صح ولا لا؟ بس كمان اللي بياخذ من غير ملته بيموت بعيلته، ما بتوافق؟ لا 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 لا، ما انا مش مع هيدي المقوله. يعني طول ما في اتفاق بالنسبه بكره للاولاد انه كيف بدهم يمشوا فما في اي مشكله. كل حال انت وميراي بتشكلوا نموذج كثير حلو، نحن كثير فخورين فيه للزواج المختلط. وانا بسال هالاسئله بس كرمال تكون قدوه يمكن أكيد. لكل يلي عم بيتزوجوا زواج مختلط. صوره جديده. ميراي كمان معنا اليوم بصوره جديده. بس هيدي بثوره 17 تشرين. ثوره 17 هذا ثالث يوم. ليه نزلت الثورة؟ نزلت حسيت انه حقيقة الناس كلها بدها التغيير ونزلت على هذا الأساس، ولكن الانقسامات وكل واحد بشد على اللي له للأسف هذا اللي حال دون انه تحقق أهدافها. تعتبرها فشلت يعني؟ فشلت أكيد. تندم انه نزلت؟ ما بندم لا، أنا أثبت موقف تجاه اللي عم بيصير بدولتنا. طيب إذا رجعوا نزلوا هلأ سوار على الأرض بترجع بتنزل؟ على أي أساس بدهم ينزلوا؟ أنت شو اللي بخليك سوار؟ كم من السوار بده ينزل؟ بده ينزل الشعب اللبناني كله. مش سوار بدهم ينزلوا، هن قالوا المقولة كلهم يعني كلهم، ولكن ما شفنا أنه كلهم يعني كلهم. بركي بدهم يترجموها بصناديق الاقتراع. كم صاروا مرة؟ كل 3-4 سنين هن زيتهم عم بيكونوا ونفس الاشياء عم تضل. بركي هالسنة صار في تغيير. نتمنى يعني نتمنى رح تنتخب؟ بعمري ما انتخبت. بعمري ما انتخبت. هالسنة هالسنة يمكن أكيد لازم انتخب لن نحقق نتائج أفضل. مين معقول تنتخب؟ مجتمع مدني؟ بنتخب الأشخاص اللي بدهم لبنان حر مستقل. موجودين بتشوفهم اليوم؟ إذا بدك تفتشي عليهم شوي. ما عندك أمل كتير أنه هالانتخابات لا 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 تعمل أي تغيير؟ لا 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 لا
ما راح يكون في يعني انا ما بدي احبط الناس، يعني بالنهايه الناس يمكن بدها كلمه هيك تفرح لقلبها انه راح يكون في تغيير، بس انا ماني شايف في تغيير ابدا ابدا ابدا. ان شاء الله يكون كلامي غلط، يعني ان شاء الله يكون كلامي مش بمحله ويصير في هالتغيير ونحس بوطننا انه هيدا الوطن اللي نحن بنحلم فيه، مش الوطن اللي عم بيهجر ناسه من صغيرهم لكبيرهم. رح يهجروك مزبوط؟ عم تفكر بالهجرة أنت وعائلتك على مصر؟ والله خلوني أفكر بهذه النقطة، يعني أيام حرب الـ 96 وحرب الـ 2006 ما فكرنا ولا لحظة أنه نترك هذا البلد، لا خلولنا دواء، لا خلولنا معيشة فيها كرامة. طب شو خليتونا؟ لا يعني رح تهاجر، يعني زل أكتر من هيك ما بقى فيه. أنا ما عم بعرف كيف الناس، وأنا منهم، ما أنا منهم، ما هي المشكلة إنه أنا منهم، كيف خليناهم يعملوا فينا هيك ونحن ساكتين ونحن مش عم نحكي ولا كلمة وراطخين؟ شعب مخدر برأيك؟ ما بعرف إذا مخدر أو بخاف، ما بعرف. حددت وقت تترك فيه لبنان وتروح على مصر؟ والله النية موجودة، بس ما بترك، يعني ما رح أتركه نهائياً. أكيد ممكن يكون في ما بين لبنان وما بين مصر وما بين يمكن الخليج العربي يكون، ولكن إني أتخلى عن بلدي هيدا من سابع المستحيلات. صورة جديدة. شو تعليقك على هالصورة؟ عم تقبل علم مصر؟ هل حضنت مصر وائل جسار أكثر من لبنان؟ علم لبنان وعلم مصر وعلم العالم العربي كله بقلبي طبعا، قبلته من قلبي لعلم مصر، لأنه في محبة كتير كبيرة لوائل جسار عند الجمهور المصري بالتحديد، بحسوني منهم. يعني أنا إذا بدك عامل أغاني وطنية لمصر أكثر ما عامل لبلدي. يعني حضنت مصر وائل أكثر من لبنان، ليش؟ هلا يمكن أنا كان بداياتي أغاني مصرية، يعني قدمت أغاني المصرية واللون المصري والأغاني الرومانسية المصرية، يمكن هيدا اللي حبب الجمهور المصري بوائل جسار أكثر من الجمهور اللبناني. وائل جسار بيقول أنا النجم اللبناني الأول بمصر اليوم. أما هيدي أخذوها علي، أنا ما قلت أنا النجم اللبناني، كان في ستاتستيك، كان في ستاتستيك محطوط وعملته المذيعة المصرية، ما بعرف إذا نذكر اسمها، وفاء كيلاني ببروجرام، وحاطين عاملين ستاتستيك هيدي بس ليفهموها القاصي والداني مثل ما بيقول، حاطين أعلى نسبة أنا. طب شو خصني انا ما خصني، وهي انت تبنيت هالموضوع، بس ما بقول انا عن نفسي انه انا نمبر 1. انا شو محمد رمضان يعني؟ محمد حبيبي وصاحبي محمد رمضان، هيدي اخذينا ماخذ عليه، نمبر 1 نمبر 1 هو باعمالك، نمبر 1 بس معه حق فيها محمد رمضان، هيدي ما فيها غرور. ما بعرف انا ما في اتدخل بشؤون غيري. انا بتحب فنه لمحمد رمضان؟ عامل خط لحاله ونجح فيه والله يوفقه، يعني ما بالعكس. انا اجا مره حضرني براس السنه، كان بعد ما انشهر هيدي الشهره، اجا حضرني ورحبت فيه، وحبيبي يعني صديقي محمد. صوره جديده، اعلان حفل بالرياض مع سلطان الطرب جورج وسوف. نعم، هيدي حفلة من الحفلات المميزة بحياتي. مين جورج وسوف بحياتك؟ إني اطلع مع عملاق من العمالقة وقدم معه حفل. امتى اخر مرة شفته؟ انا مرة واحدة من حوالي 20 سنة. اوف، قعدت انا وياه مرة واحدة. ما في تواصل حتى؟ ما في تواصل، لا، بس يعني مدرسة بحد ذاتها. أنت مأثر فيه يعني، غنيت له طبعاً 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 بشبابك، طبعاً ما صار فيه لغط بكلامي بأيام معينة، لما
بقصص معينة حكيت فيها أنا ما بكن له إلا تقدير واحترام، وبنرفع له القبعة سلطان الطرب، بنتعلم منه نحن ومدرسة بحد ذاتها. بس للأسف أوقات المبغضين بصيروا يحوروا الكلام، فهم كلام لإلك تدعي فيه سلطان الطرب جورج بسوف بالاعتزال، ما كان هذا المقصود. أنا عم بحكي من الناحية الصحية، بحكي عنه وقتها حكيت عنه من الناحية الصحية إنه لازم يرتاح، بس مش معناتها إنه لازم يوقف غنى. يعني أنا عم فكر فيه يمكن مثل ما هو بفكر بنفسه، أنا بفكر فيه قد ما بحبه وقد ما كنت متأثر فيه. قل له شيء. أبو وديع أنت عراسي من فوق. بحياتك علقت مع ثلاث نجوم كبار. جورج بسوف. ما علقت معه. قطعناها. ما علقت. ملحم بركات الله يرحمه وأحلام. نعم. ملحم بركات وقتها كان دائما الله يرحمه، طبعا صار بدنية الحق ما بيجي بلومك انه بتغني عليه. مصري ما بتغني لبناني. دائما كان في هجوم على انه الفنانين بيغنوا مصري. طيب يعني اذا غنينا مصري هل نحن نعتبر عملاء يعني؟ اكيد لا. اكيد لا. هذا اللي العربي هو وطن واحد بكل الاحوال. هذا اللي حكيناه انه ما لازم تشن هجوم علينا اذا عم نغني المصري. واحلام شو قصتها؟ أحلام أبديت رأيي ببروجرام وقامت الدنيا وقعدت. ليش أنا حكيت ممنوع واحد يبدي رأيه مثلا ولا صار بعدها زعلانة؟ ما بعرف أنا ما يعني ما كمان مني كتير هيك يعني في كونتاكت بينما مع أنه أنا بهيدا الموضوع بالذات أنه أنا انتقدت عرب أيدل لما قلت انه عايام قازم وصابر وشيرين وكذا وعاصي طبعا بوجه له تحيه بذا فويس، قلت انه السيزن هيدا كان احلى من السيزن وما في شيء كلامي. ردت احلام وقالت لك لازم ننظف دنيا. فهلا شو بدنا نقول لأحلام اليوم لصف القلوب؟ هلا بتقول لها انه كل يوم انا عم نظفهم. بتقول لها بتنظفهم؟ لا ما بقول لها، لا عم بمزح. فهلا بقول لها انه عفى الله ما مضى وهي عزيزه وغاليه وما بكن لها الا كل تقدير واحترام. بترجع بتتصالح معها يعني؟ ما عندي مشكله مع حدا. ما انا قلت لك من بدايه حديثنا انه انا زلمه انطوائي ماني كثير هل انه منك فريندلي؟ ايه ماني فريندلي. انت من خجلك ما بتعرف تصالح الناس اللي يمكن. بيصير في سوء تفاهم بينك. يمكن ايه سوء تفاهم. برافو عليك، هذه الكلمه المضبوطه. طيب اذا خيرتك بين الثلاثه احلام والمرحوم ملحم بركات وسلطان الطرب، لمين بتغني؟ انا كانت بدايتي مع سلطان الطرب. ايه شو بتغني له هيك هلا؟ شيء اهداء له؟ بدي غني له. ما تقولوا لي أنا ليه بقول اسمه وأجيب سيرته كتير، ما تقولوا لي بسأل على الناس كلها دايما عشان أسأل عليه، ما تقولوا لي وإن حد شافه وابتسم له غصب عني بخاف وأغيب، وإن حد شافه وابتسم له غصب عني بخاف وأغيب، معرفش ليه أنا مالي بيه، هو أنا لسه بحبه بحبه ولا ايه؟ الله، انا اكيد انه سلطان الطرب رح يحب كثير اكيد صوتك. صورة جديدة نها نوال، هون كنت مغير اللوك، بعدني باللوك القديم. هلا قبل ما نحكي عن اللوك بدنا نعلق على صورتك مع نوال فنان. نوال حبيبة قلبي، ومارسيل خيا كان مدير اعمالي بفترة معينة أخذته منك. لا هو أساساً لا مش لألي خيّة ما زعلت يعني.
لا اكيد انا اللي صلحتهم. كان في بينه وبينه فتور، وانا اذا بتسالي لمارسيل ولا انا صلحتهم، يعني بما معناه انه انا كنت صله الوصل لحتى هالتقارب يرجع بينه وبينه. طيب امتى اخر مره حكيت معه لمارسيل ونوال؟ اخر مره من حوالي اسبوع شفته لمارسيل بمصر. اها فبتمنى له التوفيق، وبتمنى له ل الذهبيه نوال الزغبي كمان النجاح الدائم اللي دائما عودتنا عليه. بالنسبه للوك يا عيني، لكيف كنت يا عيني، بدنا نحكي عنه بسنه ثانيه بعد شوي. صوره جديده. وائل كفوري الفنان، هيدا حبيب قلبي وائل، نفتخر فيه بعالمنا العربي، من الأصوات اللي أنا بحبها كتير، صوت الجبلي المتمكن والإحساس الجميل، وهيك إنسان طيب جدا جدا. ابن بيت، ابن ضيعة، بعده متمسك بالأصالة وبالهيك على البركة. يعني لما كنت صغير سألوك بدك تكون بمجلة الشبكة تحديدا، بدك تكون وائل الأول أو وسوف الثاني، شو جوابات؟ أنت جاوبت وائل الأول مشان. واليوم شو بتجاوب؟ طبعا وائل. وائل الأول أو وائل الثاني؟ بما معناه شو الأول أو الثاني؟ أنت وائل الأول أو وائل الثاني؟ هون بيني وبينه ما حدا يتدخل. الناس هي بتقرر. طبعا ما في شك بتاريخه الفني لوائل كفوري وبنجاحاته. الله يوفقه، وما بتمنى له إلا كل خير، ويمكن هو بيبادرني بالمثل. طبعا تعتبره أجمل صوت بلبنان؟ إذا بدي حط وائل جسار على جنب، من أجمل الأصوات طبعا. مين الأجمل؟ من أجمل الأصوات بلبنان، ما في يقول مين أجمل، من أجمل الأصوات. لأنه الحمد لله في عنا أكثر من صوت حلو بلبنان. مثل مين؟ كمان ما بلا ذكر أسماء، ما بدي أذكر. بلا مفوز بالأسماء. ليه ما عندك صداقات بالفن؟ بيتوتي أكثر، ما بحب كثير الانخلاط بالأشخاص اللي بمجالي. صورة جديدة. نجوى حبيبة قلبي، الله يوجه لها الخير. نجوى بنت أصول، خيا طوني صديقي، والله يرحمه الحج صديقي، حج أولى طبعا. إنسانة. الصورة فتشنا عليها ما كنا نلاقيها، عم تغني حدا لنجوى أنت وصغير. والله ايه، انا مغني انا وياها بمطعم بعجلتون. كنت انا وياها بحفله وقتها غنينا سوا. نجوى اسم كبير وشمس بكل ما للكلمه من معنى، ومبيضت لنا وجهنا وين ما بتروح. يعني شو بدنا نقول أكثر من هيك؟ وفي كثير بعد كلام بيطلع. بيضت لنا وجهنا مثل السياسيين بكل ال وين ما بنروح. نعم. مثل مثلا وزير الإعلام جورج قرداحي. ما بدي فوت بهيدي الزواريب أنا، لأن ما بحكي سياسي ولا بعمري ادعيت إني بعرف سياسي. بفضل ما أحكي. لأنه بس ما بننكر إنه بس الفنانين هن اللي ببيضوا وجه لبنان، السياسية شو عاملين؟ السياسيين للأسف يعني عم بينزلونا أكثر وأكثر وأكثر بالقاع للأسف. صورة جديدة. لمين عم تعمل لايك؟ لمين عم بترافقك على طول بالصور؟ ايه بالصور. ايه عندي يمكن عادي خلص هيك. مجرد عادي. بس لمين بتعمل لايك اليوم؟ بعمل لايك كل مين بيقدم فن حلو. بعمل لايك للأشخاص اللي بدهم يشتغلوا لهالبلد. لو عرض عليك حقيبة وزارية
بتقبل؟ أنا؟ لا. شو السبب؟ سبب إنه كون محبوب بصير غير محبوب دغري تلقائياً. أنا ملك نفسي هون وأنا ال بياخد القرارات. بينما لما صير سياسي مش أنا اللي بياخد القرار. للأسف ببلدنا. مع الأسف. طيب حياة الفن والليل خطرة، ما فينا ننكر هذا الموضوع، يعني في كتير فنانين تورطوا بأجواء الليل من تعاطي مخدرات ومار ربما وما شابه، يعني أنت كيف حميت حالك وما انغمست بهالأشياء؟ لأنه أنا عندي عقل يعني بالنهاية بالنهاية حدا بيتورط بهيك أشياء بلا عقل بيكون، يعني هيدي الأشياء بتوصل للدمار للهلاك. قال له ما متت ما شفت مين مات. في قدامنا مساطر معينة فاتت بهيدي الأشياء وما قدرت طلعت منها ووصلتها للهلاك، فأكيد ما فتت بالمرة أو فتت وطلعت. لا, لا 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 ولا بحياة عمري. كيف حميت حالك؟ ميت حالي لأنه كان خيي إلى جانبي من أنا وصغير وكان يفهمني أنه هيدي الأشياء مش مزبوطة. كنت تروح حفلات خاصة تشوف هالأشياء؟ أكيد، ومنه منطقية أبداً عليك. أبداً عرض عقلك عليك براسك تعرف خلاصك خد هال عرض 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 بس أنا أبداً رفضت. أبداً رفضت رفض قاطع. الحمد لله تربيت على أسس وعلى وعي وادراك انه هيدي الاشياء من المحرمات، يعني وهي طبعا بتصير عاده وعادات سيئه جدا. انت عندك عاده سيئه ما بتشبه هالاشياء، بس عندك شيء عاده سيئه؟ لا الحمد لله ما في عندي عاده سيئه. ما عندك عاده سيئه؟ الحمد لله. بلا قالوا لي. مثل شو؟ عصبي. عصبي بس تعصب تفقد السيطره. ليكي ايه عندي عصبيه مخيفه، وانا انا انا بزعل منها، يعني انا بس عصب خلص ما بقعد بشوف قدامي. هذا شيء وهيدا شيء ايه بكسر. اوف وهيدا شيء مش يعني انا مش عم بكون مبسوط فيه. تضرب؟ لا ما بضرب، بس اي شيء قدامي خلص بدي يا بدي مثلا اذا طاوله قدامي بدي اضرب ايدي على الطاوله، اذا ما كنت بالسياره بضرب ما في يعني ايه ياما معور ايدي ياما. بدنا نروق صورة جديدة إلا إذا بدنا نروق إلا إذا عصبتيني. لا لا ما دخيلك. يلا صورة جديدة. أها صورتك مع الحكيم. إيه طبعا انحسبت على القوات. يعني هيدا الكلام اللي أنا ما بحب ينحكى فيه. نحن كلنا والسياسي الوحيد اللي رحت زرته. نحن كلنا يعني ولاد بلد واحد. أنا في روح لعند الحكيم، في روح لعند ما رحت عند غيره. بلا كيف ما رحت لعند ترندا بري. بلا كيف لكان وبقابل شو اسمه وزراء كتير ونواب كتير. لا 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 أبدا. أكيد بتشرف إني شو مش معك فيه؟ عنده شغلة رهيبة الدكتور جعجع. اولا عنده ذاكره مش موجوده عند بني ادم يمكن. صح. قد ما ذاكرته قويه اسم الله عليه الله يحميه. كنت عم ذكره بشيء قال لي بعد ما كملت الكلام كفالك اياه هو كنت عم اقول له انا بالزمانات عملت كنت صغير عامل حفله كنت حضرتك قال لي بمطرح الفلاني وغنيت كذا كذا كذا. انصدمت انا. بس انت عم تحكي عنه على الصعيد الشخصي، هل على الصعيد السياسي بتأيده؟ انا ما عن جد ما بدي ادخل بزواري بالسياسي. ميراي ولا ميراي ولا حدا، ما بنتدخل بهيدي الامور. ما بتأيده يعني بتزوره بثقة شخصية. انا بهمني لبنان مثل ما قلت لك نعيش بأمان وسلام وطمأنينة. معقول ترجع تزوره هلأ وتتصور وتنزل صورة؟ أنا معقول زور الكل، ما عندي مشكلة مع الكل. مش معناتها إذا طلعت لعند سمير جعجع معناتها
بأيده، يمكن بحبه ما بحب، يمكن طب انت كمسلم شيعي مواقفه السياسيه مين زعيمك مثلا اليوم؟ يمكن بروح لعند فلان. مين زعيمك اليوم كمسلم شيعي؟ انا ما عندي زعيم. انا زعيمي لبنان يلي ما بيفرق بين لا مسلم شيعي ولا مسلم سني ولا مسيحي ماروني ولا مسيحي روم ولا درزي ولا كل اللي بدك اياه قولي. شي مره حملت سلاح؟ ولا مره. اكيد عندك ببيتك؟ لا ما بحمل سلاح بحياتي. سلاح مشكله قريب كتير. انت كتير من الفنانين القلال يلي البقعيه يلي ما بيحملوا سلاح. لا ما بحمل سلاح. سلاح مشكله كتير قريب، خصوصا للي بيعصب. اوه عصبي يعني بيحمل ببلش يعني اجيب الجفتو وكمان هي يلا يعني في صوره هلا محضرين لك اياها. يا او ماي جاد. مين الشاب؟ ما بعرف والله، انا كمان على حد علمي مين هيدي. انا ما بستحي باللي بعمله. انا شوي خف شعري بوقت معين بالكورونا، اجت على القد فلازم استغل الفرصه وازرع. زرعت شعر؟ فزرعت. بتركيا؟ لا بلبنان. بس ليش شاركت متابعينك هالمعلومه ما خبيتها؟ ما بخبيها، ليه بدي اخبيها؟ كل انسان بيوصل لعمر معين، ما هيدي وراثه، اشياء وراثيه. هلا انا ما صلعت، انا خف. ايه؟ يعني خف، فحبيت اني شاركهم يعني بالنهايه هن ناس. خف من الكبر؟ لا ما بتخاف تكبر؟ لا 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 لا. تعمل بس بوتوكس؟ بعمل بوتوكس بس لجبيني هون. بس ما بعمل غير شيء. ما ممكن تعمل تجميل؟ شوفي لما تكون الاضواء عليك دائما بتلاقي يمكن في عيوب معينه بدك تصححيها، فمش غلط. شو اللي ما بتحبه بحالك اليوم ولا راضي عن شكلك اذا بتطلع بالمرايه؟ لا هلا بالمبدا بهيدا العمر كتير راضي. قبل؟ قبل كان في كم شغله وبلشنا نظبطهم. شو هن؟ شعري إيه؟ واسناني بس فقط لا غير. عادي. صوره جديده. اوه شو وضعه فرانكلين؟ فرانكلين بامريكا لوحده. معك كيف؟ الحمد لله، كتر خير الله عايشين. المال اولا بحياتك؟ اولا؟ ليه بده يكون اولا؟ هيك حدا. صحة اولا. والمال؟ صحة اولا واخيرا. المال ما هو الا وسيلة بتكمل لك حياتك. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. بس اكيد مش اول شيء بحياتي ابدا. بس قلت لي باول الحلقه انه اخذوا لك مصرياتك البنوكي. نعم. يعني مش من الفنانين المحظوظين يلي سحبوا اموالهم باللحظه. هلا انا كان عندي شغله حلوه، اني انا كل ما هيدا اشتري بيت اشتري كذا، عرفتي؟ يعني ما خليت كثير بالبنك، بس انه كمان اكلناها مثلنا مثل غيرنا يعني. هلا انا بعدني على يقين انه ما بيروح لاي شخص شيء. يعني رح يرجعوا المصاري برأيي؟ أكيد. أنا برأيي ما بيروح شيء لأي حدا. طبعا قبل ما نشيل صورة الدولارات، شو بتصنف حالك اليوم؟ مليونير؟ هلا المليونير بلبنان يعني ماشي، لأنه يعني لأنه المليون بتجيب تانكة بنزين. بنحكي نحن بنبلش بالدولار، نحن عم نحكي مليون دولار. إذا باللبناني إيه مليونير أنا. وإذا بالدولار؟ لا. ما في مليون؟ نعم ما في مليون؟ من سيربح المليون؟ صورة جديدة. واو فيدرر. روجر فيدرر. هيدا من عشاقه الايدل. هيدا خطير يعني، اخد 20 جراند سلام فيدرر. هلا عم قلها لبنتي ولابني انه يتعلموا التنس. تلعب تنس؟ لا انا بلعب بين بون. اوكي. بس تنس جربتها صارت تطير الطابة، ربك يعلم وين تروح. كثير صعبة على فكرة هاي اللعبة. في كثير فنانين بيحبوا التنس، ليه؟ انت وراغب ووائل،
شو قصتها؟ هي التنس يمكن كلاسي كثير. كلاسي. والبين بون؟ البين بون حلوة بتحرك لك كل تربح بس تلعب؟ اوقات ايه بربح اوقات لا. انا السيرف عندي اذا كان خصمي بالسيرف قوي بفوتني بالحيطان، غير هيك يمكن ما بتحب الخسارة بهيدي الاشياء. برضخ للامر الواقع لانه انا مش كينج فيها، ماني اقدر. بشو ما بتقبل الخساره بالفن؟ بعمري ما يعني ما حسيت حالي اني خسرت. تلعب ورق؟ بلعب 14 انا واخواتي. شو بتلعبوا على مصاري؟ لا بنلعب 14، مين بيخلط؟ يعني الطش دايما بيخلط. دايما بتربح انت او شي مره زي كنت تطش؟ بيهلكوني اوقات بخلط كل الليل. صورة جديدة. آه. على العود. على العود. ليه أولادي ما حطيتوهن هات لشو؟ رح أقول لك ليش بس بعد ما تخبرني عن هالصورة. هذه الصورة يمكن وقتها غنيت للوالدة ست الحبايب يمكن. بس العود بضل مرافقك، إيه بتحب العود؟ إيه أكيد. من أي عمر؟ كان عمري 8 سنين وقت تعزف على العود. وقتها بلشت أتعلم على العود، إيه. الفنان الحقيقي بتحس هو اللي بيتقن العزف على العود؟ لا في منهم حقيقيين ما بيعزفوا يعني ما دخل هيدي، بس انه بيعطيكي ثقل اكثر، بيعطيكي تهذيب بصوتك اكثر. الموسيقى اذا بتعرفي بالموسيقى في اسمعك عم تعزف لنا على العود؟ اذا جبنا لك عود انت ولا مره عازف على التلفزيون عود؟ اذا جبت لك هلا عود تعزف لي معزوفه؟ ما بعرف ايه بجرب. اللي زمان انا ما دقيت بس على البلاتو بليز. اللي زمان ما دقيت ان شاء الله يكون مدوزن، بس هلا مش اقعد نص ساعه هلا دوزن. هيدا عودك لازم يكون مدوزن. لا منه مدوزن. منه مدوزن. طب دوزنه. اللي زمان انا ما دقيت. شو هي الغنيه اللي رح تعزفها؟ اوعدك أوعدك وانت بعيد تفضل حبيبي تفضل حبيبي. أوعدك دايما فكرك أوعدك ولا يوم هنساك. أوعدك دايما فكرك أوعدك ولا يوم انسى انساك. الله. قبل ما نكفي معك باخر سؤالين، شو قصتك انت وقرايه الكف؟ لا انا وقرايه الكف بتصيب؟ بصيب بس ما بدعي اني انا يعني مين علمك اياها؟ بعلم بالغيب يعني. لا لا هيدي مش موهبة؟ حدا علمني اياها، هيدا حساسيتي. معقول شف لي كفي؟ هلا تحت الهوا. خلص تحت الهوا. اي ولا فضايح؟ ولا فضايح لانه صارت معي هلا مؤخرا كمان بكندا، يعني في ناس قالوا لي بليز هيك شف لنا وكذا. صبتون؟ صبت بس مش معناتها انه انا بعلم لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى، وانا ضد انه المنجمون هدول كذب المنجمون ولو صدقوا يعني. طيب سالتني انه ليش ما حطينا صوره الاولاد؟ هي الصوره الوحيده يمكن يلي ما مرقناها بالبوم حياتي. هي البوم حياتي لانه لازم يكون في صوره اولادي ولا لا؟ رح اقول لك ليش ما حطيناها، بس قبل مين صوته حلو بين اولادك؟ بنتي ماريلين. اي ماريلين بتشبه صوتك؟ لا على اجنبي مش على عربي. اما بتغني عربي؟ انجلش انجلش. يعني انا كنت بحبز انه تعرف كمان بالعربي. ما بتحبز تطلع ماريلين فنان؟ لا لا ما بحبز. واذا قلت لك انا حابه اطلع عندها اذن موسيقيه مطربه شفتي شو بتقلها؟ ما بعتقد مش انه برفض، فهمها ليش لا، خبرها انه في رح تقابل صعوبات كثير يعني
في صعوبات كثير كبيره بالفن، مش هين يعني، مش ما البعض بيعتبروا انه طلع على المسرح وغنى واجى على البيت، لا، في كثير اشياء بالكواليس اصعب ومش هينه يعني. حابب تسمع صوته هلا لماريلين عم تغني؟ بسمع صوته، ايه ليش لا؟ يلا ماريلين. عن جد عم تحكوا؟ او ماي جاد، غني لنا يا ماريلين. بابا انت ما قلتي لي. برافو برافو. برافو ماريلين، اسم الله عليك. صوتك روعه، الله يخليلك بيك والله يخليلك اياها. ميرسي كثير ماريلين. ميرسي. شو رايك بهالسربريز؟ سربريز روعه. انتبهي بابا، قلت لي ما حطيتوا صور الاولاد. قامت اجت بنتي كلها لعندي. هي اول مره بتغني على مسرح، وانا مش انه رافض هيدا الموضوع، بس انا ما بحب بنتي تفوت بهذا الدومين. صوتها حلو لإلها ولهي تكون مبسوطه من جوا، بس انه تدخل الفن لانها بنت. لانها بنت، وبنفس الوقت يعني بعرفها حساسه كثير. يعني اي شيء اذا بيجرحها، ايه بيجرحها، فلا خليها بعيده، بتكون بدومين ثاني بترتاح فيه. و التعامل مع الناس منه هين. طيب بدي اختم معك سؤالنا المعتاد ببرنامجنا، شو علمتك الحياه؟ شو علمتني الحياه؟ علمتني كثير اشياء. علمتني الصبر، اللي بيصبر بينول، واللي بيشتغل من قلبه بيوصل. ما في شيء مستحيل بالحياة. إذا بدك تكتب مذكراتك شو بتختار لعنوان؟ المقاومة في الحياة. واو. وائل جسار، بدي اشكرك لانه شاركتنا اليوم حلقتنا، وكنت ضيف عزيز على قلوبنا مثل ما انك عزيز على قلوب كثار بلبنان والوطن العربي. شكرا لك مشاهدينا. هيدا كان وائل جسار، هيدا كان البوم حياته اللي اختار له عنوان مقاومة الحياة. تصبحون على خير.